حب جاكم جاكم المستذنب كل اسبوع كاركتر من يقنع من يبدع كل اسبوع كاركتر من يقنع من يبدع جاكم جاكم اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع. مرحب لبيه. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. شباب أنا عندي إحساس والله. وأنا إحساسي دائما ما يخيب. أنا أحس إني بنفصل. أحس إني بنفصل بنفصل. يقولوا لي يضرب الباب مع السلامة. عندي إحساس والله. صدقني. تدرون إيش السبب؟ قولوا لي إيش السبب. أنتوا. والله العظيم انتو قطع الاعناق ولا قطع الارزاق اعطوني فرصه مره ثانيه ثالث مره رابع مره اتوقع انهم بيشوتوني انا صريح معليش يا شباب ايش التسويق هذه ايش المبالغ هذه يا شباب والله العظيم كانكم اول مره تسوقون شيء انا قلت لكم الاسبوع الماضي اني بحط 8 اشخاص الاقل مبيعا وبشهر بهم ورحمتكم شويك حلان رحمتكم في الشيء هذا ولكن الأسبوع هذا بطبق النظام والله مو عشاني عشانكم وعشان المتاجر اللي انتم قاعدين تسوقون باسمها نقول أكثر من مرة يا شباب سوقوا في الرياليتي في كل مكان سوقوا عشان ما حد يطلع في البرايم يقول أنا السبب طيب تفضل كلمة سر يعني؟ لا تكلم انا كلمة راس تفضل مكانك ترى عادي في مايك وفي اي بجيك عشان اقدر اطلع اللي بخاطري فضفض تفضل طيب اسمع طفي المايك شلون؟ اهلا وسهلا يا مرحبا يعني شوف انا رجال يا طول العمر اسلم احب شو اسمه اكلي متجرك ايوه عليك نور يا سلام زين انا وش ذنبي اكل مع رجال بيسراي يا عيال إيه؟ عمرك ليت معكم بيسراي لا شو اسمه حق الدبليو هذا موقف من اللي وقفه ما ادري من اللي وقف الكود حق قصدك الكود موقف المتجر اللي موقفه ولا الاداره ما ادري انا من بديت وهو موقف يعني لا احد يجي يشتري من عندي ولا اهلي ولا هذا متابعين يشترون من نفس المتجر ما كلمه كلمت شو اسمه اللي بهنا بعداد وقازين على وجهه سحب على وجهه يعني على وجهه ايش معناته على وجهه يعني ترك وراح نسى يمكن ولا طيب شوفوا لي مشكله عبد الله الشمري في الكود حقه بنراجعها ما هي بشغلتي الكودات شغله المتجر وشغله العلاقات العامه اللي ماسك المتجر لكن برضو شوفوا لي كود الرجال عشان ما كل يوم اشرب ببراي لا تحياتي واشواقي طول بعمرك تفضل ايه هذه كل الامور تواصلوا مع المتجر والكودات والاشياء هذه مع الاداره ومع فريق الاعداد داخل ما في كيف ما في رايحين جايين ما في يقول لك خير ان شاء الله انا اكلمهم هم موجودين ما في وياخذون ويعطون معكم هذا اللي انا اعرفه انا وسيط بينك وبينهم ايوه وابغى انقل انت تسويقك للناس اللي تشوف برا طيب احنا نسوق بس ابغى اوفر للناس اللي برا عروض افضل لازم اني اوصل هل يوم من الايام متجرك جاء لعندك واعطاك عروض هل يوم من الايام متجرك جاء الى عندك وقال انا عندي عرض خاص لك اباك تعطيني مشاهدين لا انا اروح له انت تروح له أيوه. ليش هو ما يجيك برضو فين فانه برضو انت تقدر تتكلم في اي وقت ان انا يا وكيل المتجر او الشخص اللي ماسك التسويق في متجري الخاص احتاج انك تقابلني عشان تسوي بعض العروض العروض القديمه اصبحت مثلا باهته ايوه هذا اللي حاصل تكلموا طيب عندكم المجال وعندكم مساحه انكم تتكلمون في اي شيء ما قصرت الله يعطيكم العافيه من الغايب اليوم علي الجعيدي يا سلام سلم يا سلام سلم طبعا الغياب والتاخير خصم في الفلوس وخصم بالاسهم 300 ريال كل شخص غاب اليوم زايد 300 ريال خصم زايد يعني زايد ما هو اسمك زايد خصم الفقرة اللي أعتقد أنها 500 سهم زايد لكن يا أحمد رب علي الجعيدي عنده باقة ماسية
والباقات الماسيه ثابته اليوم مسلط الجبلي ومشاري عمر وعلي الجعيدي، هو مبسوط. بالنسبه لسعد الغرمول الشخص او المتسابق اللي طلع امس، الله يوفقه ويستر امره وان شاء الله انها بدايه انطلاقه له، يطول عمره يستاهل. الله يوفقه ان شاء الله في انطلاقه جديده له ان شاء الله. الشهبندر والمستثمر ما هو مسؤول عن اي شخص يغيب عن الفقره ويطلب تغيير متجر. اعطوني اليه انتم تشوفونها مناسبه للشخص اللي يغيب انه يخش في المتجر. ادق عليه بالله. اي والله حلو. واخليه يعني طول يعني اذا غابوا اثنين مثلا كل واحد جواله معه ويتواصل معنا طول الفقره. انتم تشوفها احترافيه وليد؟ قل لا اله الا الله، الغايب عذره معه، اذا غاب واحد خله يدق عليك. طيب الغايب عذره معه ما عليه، بس من غاب ايش؟ عنوش قسمه، غاب قسمه. ايه انت كذا. طيب الباقات المسيه زي ما قلنا ثابته، مسلط ومشاري وعلي الجعيدي. اليوم ما بنطرح ولا مزاد. ليه؟ صح حسني بنفصل، حسني بنفصل. حقك والله حق. بس بنطرح لكم خيار ثاني. عندكم اليوم مقايض. انا اشوف ما ارشح اني احط لكم مزاد اليوم. اعتقد ان يعني اليوم ما ينفع لكم يكون مزاد. سمسيف سم الله عدوك، شلونك انت؟ عساك طيب. الله يطول بعمرك. الله يحييك. كنت بسالك سؤال ولكن تذكرت. سألني سؤالين تفضل. سم سألني سؤالين. لا خلاص، كنت بسالك سؤال بس تذكرت لي شغله. ذكرت انك لقيت اجابته. طيب يا الربع، بنبدا مقايضه اليوم. الشخص اللي يحس ان متجره يعني ما ناسبه، الشخص اللي حاط متجره او عينه على متجر خويه، تفضل عبد الله. ابغى غير ضرس باقي. صل على النبي. يقول لا تعرفون ارقامكم يا عيال؟ تعرفون اسعاركم؟ لا اجماليه تعرفون. انا قلت لكم الميزانيه المطروحه لكم 750 الاسبوع اللي راح. حلو توتال. قلت لكم الميزانيه اللي طرحتها الاداره لكم عشان تتسوقون، يعني دافع معنوي لكم انكم تسوقون. قلنا انها اكثر من 100,000، يعني الشخص فيكم ممكن ان بذكاء يجيب نص مبلغ قيمه المركز الاول، ولا ما يقدر ولا ما تدرون. متخيلين ان ما في احد فيكم عدى 5000 ريال الى الان؟ بعد 35 يوم؟ يعني بكره الاسبوع الجاي السبت ممكن احد يطلع في منكم برايم يطلع ب 3000 ب 2000؟ ايش استفاد؟ تفضل عبد الله. بالنور والسرور يا انا والله احبك واحب فقراتك جدا. الشيء الثاني طال عمرك، انا ما ودي احط الحمل على شيء معين، كلنا يمكن انا بالنسبه لي شريك في التقصير، ولكن انا اشوف هذا ثاني متجر استلمه في تقصير من المتجر في اني يوصل لي المعلومه اللي تخدمني. يعني انا الورقه هذه تصير بالمتجر النهش. انا الورقه هذه طال عمرك استلمت المتجر من عثمان الى الان ما تغيرت لي، ونحط فيه الكود حقي. وانا عندي ثلاث افكار في الرياليتي بس ما اقدر اطبق منها شيء بدون الورقه هذه. عثمان بنفسه في لما كان ماسك متجر منوى، اذا ما خاب ظني صحح لي عثمان، انك انت تواصلت مع المتجر وطلبت منه الكود صح؟ انا طلبت الاستاذ احمد بقطيان وكلمهم وقالوا تم، بس ما تم هذه ما نفذت. تم هذه عفى عليها الزمان. أيه. سم انا والله ما جاني من يوم استلمت. طيب من زايد كانكم تتكلمون مع الاداره تتكلمون مع العلاقات، انا في المنتصف بينك وبين المتاجر وبين العلاقات. بس حاول توضح للمتاجر بشكل عام اللي ما جو. انا ماني ضدك ولا اني معك ولا اني ضد. لا بس احنا نوجد مبرر بسيط، بس المصلحه العامه. اذا كنت المقصر بقول انك انت المقصر، اذا كان المتجر عندك او الوسيط حق المتجر مقصر بقول انه مقصر، اذا كانت اداره العلاقات مقصره نقول إن هي مقصره. في الاول والاخير احنا نبحث عن ايش؟ نجاح عام للمتجر وللمتسابق وللبرنامج. يمكن في شركاء احنا في التقصير، ولكن انا اقول لك المتجر اذا صار واضح وبياناته ومعلوماته واضحه هنا يصير المسؤوليه كلها عندنا، لكن يسلمنا المعلومه اللي نقدر عليها نتكلم ونشرح. طيب. ما نبغى نكثر كلام. سم سوق لها، ابغى اكثر من صوره، ابغى يعني حتى المشاهد وهو مشاهد يقول يا اخوي الصوره هذه الله يطول عمرك قد رسمت في قلوبنا، وهذه مرسومه في قلوبنا حافظين الله يطول عمرك. هذا بدا بكثير. احنا قلنا نبغى اربع صور خمس صور عشان ننسق ما بين الحجم هذا والحجم هذا. هذه رساله وصلت منكم الى جميع المتاجر الموجوده هنا. يعني اتمنى من كل المتاجر انه يكون فيه تواصل بين المتجر وبين المتسابق عشان المتسابق يقدر يقدم التسويق.